حكم محمد، أشار بالضبط إلى أشياء دقيقة وعميقة في المشروع المحمدي وفي الأطروحة المحمدية وفي الثورة المحمدية الإنسانية، وحتى ركز على يمكن ركز على 64 حديث وانبهر بها. مثلا من ضمن الحديث اللي بهرته وشدته مثلا انه ما معناه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، هذا القيمه الاخلاق العظيم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، يعني هذا قيم، يعني هذه مفاهيم إنسانية مفاهيم عامة. انسانيه عظيمه، وانت تصور شلون ترتقي بالانسان وتخليه وتجرد تجرده عن ذاته وتجرده عن بعد المادي وانطلاقه الى الخدمه الاجتماعيه والى التغيير والى الاصلاح. هذا مثل تولستوي. مثلا في نفس الوقت عندك مثلا برنارد شو ايضا اندهش، وهذه عقليات مو يعني مو هذه يعني فد جواهر ضمن البشريه، يعني عقول ليست هينه. زين عندك مثلا لامارتين الشاعر الفرنسي ايضا وقف يعني مندهشا وانبهر بما او بحث وصفه النبي، قال انه هو اعظم شخصيه عرفتها البشريه. زين يعني على المستوى الدنيا وعلى المستوى الديني، حتى قارنوه ببقيه الانبياء اللي عليهم وعلى الصلاه والسلام وعلى نبينا الصلاه والسلام، قارنوه ببقيه انه ما اتى به النبي اكثر يعني خلينا نقول انفتاحا على البعد الواقعي وعلى البعد الدنيوي، بالرغم انه يربط الانسان بالله سبحانه وتعالى. وطبعا اكو شخصيات مثل مفكر فرنسي جوستاف لوبون، هذه هي نظرة الاخر للاسلام. نعم هارت، اكو هذا يهودي مفكر يهودي هارت ايضا كتب عن النبي ووضع النبي من ضمن 100 شخصية من اعظم الشخصيات بالعالم. نرجع الى الامة الاسلامية، احنا كاتباع النبي بالحقيقة طبعا عندنا حب وعندنا تقديس وعندنا عاطفة للنبي، لأنه يعني مثلا الواقع يأشر أمور سلبية، مثلا مسألة التفرقة ومسألة الطائفية والتفرقة حقيقة مهما كانت كثير أو قليل هي ضد المشروع المحمدي، ضد الأطروحة المحمدية، هي بالحقيقة من غير ما تشعر، وإن كان هذه بالحقيقة بسبب قلة التفكر بالمشروع المحمدي وقلة خلينا نقول قوسين نوع من السذاجة استخدمها الأعداء بحيث شنو وجهوها، واليوم بعض التهم والشائعات للأسف يرددها بعض المسلمين أو يتصورون. مثلا أكو تصور أنه النبي هو رجل غزوات وكذا، النبي لم يكن هكذا، إنما وين المشكلة؟ المشكلة أنه الصورة نقلت خلال النبي كل حكمه بالمدينة 10 سنوات، هو يعني هم ما أخذ راحته بالحركة وبالتطبيق، هي 10 سنوات بالمدينة ما أخذ راحته حتى يبرز، لكن هو بالحقيقة قدم شيء رائع إنساني وحكم رشيد وحقوق إنسان. لكن اللي إجوا بعده اللي هم تقريبا 600 سنة خلينا نقول الحكم الأموي الحكم العباسي بدأوا يرسمون الصورة، والصورة الرسمية الحكومية طبعا تطغي باعتبار أنه هي المنهجية الثقافية والإعلامية بالضبط، فرسم الصورة هكذا يبررون غزواتهم ويبررون خلينا نقول تصرفاتهم الغريزية. فصوروا قدموا النبي عليه الصلاة والسلام قدموا عليه أنه شخصية حرب وشخصية غزو وشخصية نساء، كلها بالحقيقة هي كون الصورة مو واقعية أصلا مضادة لحقيقة النبي. ثم طبعا هذا ما استمر مو فقط 600 سنة، بعدين جاءوا العثمانيين استمروا على نفس النهج، الصفويين استمروا على نهج، وحل لحد اليوم هي احنا نشوف حتى هاي الأحزاب اللي تدعي انه أحزاب إسلامية تمارس نفس عمل بني أمية ونفس بني عباس، يشوهون باسم الإسلام، يشوهون الإسلام ويشوهون صورة النبي للحفاظ على مصالحهم و تمشية أمورهم السياسية. هل من الممكن أن تنطلق مبادرة؟